إعجاز لأهم الأنباء كنقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار لكيرسو صلاح ديمزوار أن حرب الاستوزار اندلعت داخل الحزب بعد ما تبين أن هذا الأخير كيدعم استوزار قيادة شابة في حكومة بن كيران في نسختها الثانية بعد انسحاب حزب الاستقلال، مضيفة أن لائحة تضم قيادة شابة كانت وراء اندلاع هذا الحرب، خاصة بعد ما تبناها صلاح ديمزوار وكيعمل جاهدا أن تنال الموافقة النهائية من قيادة حزبه لتمكينها من الاستوزار. اجتمع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات يوم أمس بمدينة الرباط برئاسة عمدة طنجة ورئيس الجمعية فؤاد العماري لتدارس بعض القضايا التي تهم تدبير شأن العام المحلي بالمغرب وطريقة الاشتغال والتصور المستقبلي لكي يتم نهجه في الفترة المقبلة، بما فيه تسيطر برنامج يساهم فيه المجلس الإداري للجمعية حتى يعكس القضايا الحقيقية المرتبطة برئاسة الجماعات حسب مصدر حضر الاجتماع. قالت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة تصحرين الحريق المهول لشب مساء أمس بغابة أمس كرود حوالي 50 كيلومتر أكادير، أتى لحدود ساعة على ما يزيد على 250 هكتار من المساحات الغابوية مكونة أساسا من أشجار العرعر الأرقان والزيتون البري. وأكد رئيس حماية الغابات بالمندوبية السامية فؤاد عسالي أنه لحدود الساعة العاشرة ليلا من يوم الأحد تعرض ما يزيد على 250 هكتار من الغابة للإتلاف، مضيفا أن أزيد من 290 شخص ما زالوا يقاومون ألسنة النيران بعين المكان. في الخبر الثقافي، انطلقت مساء أمس بإيمن تانوت الدورة الثامنة لمهرجان إيمزواك اللي كتنظمها السنة تحت شعار إيمن تانوت منطقة تراث، وذلك بإقامة عدد من الأنشطة الرياضية. وتم خلال اليوم الأول من التظاهرة المنظمة بمبادرة من منتدى إيمن تانوت للثقافة والفنون إجراء المباراة النهائية في دوري رمضان في الكرة الحديدية ومقابلة في كرة القدم بين فريق أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من حدائم المنطقة وفريق محلي. في الخبر الرياضي، يعقد نخب الوطني رشيد توصي لقاء مع صحافة يوم غدا الثلاثاء بقاعة ندوات بالملاعب الكبيرة لطنجة لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني في أفق منازلة منتخب بوركينا فاسو وديان يوم 14 غشت الجاري بطنجة. اللقاء الصحفي غادي يتعقد على الساعة 7:30 مساء وغادي تعقبوا حصة تدريبية للفريق الوطني مفتوحة لممثلي الصحافة الوطنية والدولية اللي غادي يكونوا بإمكانهم تغطية الربع ساعة الأولى من هذه الحصة التدريبية وكذا استقاء تصريحات اللاعبين. بالخبر يدي كنختم معكم موجزنا، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.